هكذا بدت العاصمة القاهرة بعد مرورها بسوء الأحوال الجوية. هنا تعبر السيارات والبشر، فعجلة الحياة لم تتوقف، غير أن الأمطار شلت حركة المرور في بعض المناطق ومنها وسط العاصمة، لتتخذ الدولة تدابيرها للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك بسيارات شفط المياه على المحاور الرئيسة لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط الأمطار على الطرق وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث. سوء الأحوال الجوية لا يقتصر على العاصمة وحسب، بل ضربت موجة الطقس السيء عدة محافظات، فتم إغلاق مدخلي مينائين مطلين على البحر المتوسط بسبب الأحوال الجوية في ثاني إغلاق لهما خلال أيام قليلة في الأسكندرية. من المتوقع حسب هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة عدم الاستقرار حتى يوم الغد. من مصر، محمد عبد العال. معنا دلوقتي الأستاذ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عشان نعرف أكتر عن أخبار الجو، خاصة بكرة إن شاء الله الطقس هيكون في الساعات المقبلة متشابه للنهاردة ولا هيكون في اختلاف. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء الخير أستاذ ريهام، أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين ناخد يعني معلومة دلوقتي على الموقف للموجة اللي اجتاحت محافظات كتيرة النهاردة منها القاهرة. طبعا حالة عدم الاستقرار زي ما حضرتك ما ذكرتي، وفقا للبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت امبارح وذروتها قلنا هي النهارده وهتستمر معانا بكره الثلاث. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد من ضمنها طبعا القاهرة الكبرى. أيوه. فرص سقوط الأمطار مستمرة معانا خلال ساعات الليل، وهتستمر معانا يعني يعتبر التحسن على القاهرة بعد ظهر غدا بإذن الله. يعني الأمطار مستمرة النهارده بنفس المستوى ده الساعات اللي جاية دي في القاهرة؟ ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه مستمر طبعا فرص سقوط الامطار لغايه الصبح باذن الله. بعد ان شاء الله على ظهر الغد تبدا الاجواء تستقر بشكل كبير على القاهره، مع استمرار غزاره الامطار على الجهه الشرقيه عند من بورسعيد، مدن القناه، سينا، المدن المطله على خليج السويس، تمتد الى محافظه البحر الاحمر. طبعا كل هذه المناطق معرضه لسقوط امطار غزيره تصل لحد السيول احيانا في وسط سينا. الأجواء بإذن الله تستقر على كافة الأنحاء يوم الأربعاء بإذن الله. شبورة مائية كثيفة الصبح بدري، ودرجات حرارة هترتفع تدريجيا وهتعود للمعدلات الطبيعية. يوم الأربعاء إن شاء الله تنتهي، لكن بكرة هل غالبا يعني توقعات حضراتكم أنه ممكن يكون في مشهد زي النهاردة كده، الأمطار اللي استمرت لساعات طويلة جدا، يعني حتى لو كان في أمطار الشتاء ده ما كانتش بتقعد للفترة الزمنية الكبيرة دي؟ لا يا فندم، هو ان شاء الله فرصه الامطار الغزيره وتواصل الامطار هي فترات الليل مع بدايات الساعات الاولى من الصباح، وان شاء الله بعد يعني غالبا بكره ان شاء الله يا استاذ محمود ممكن يبقى الطقس يعني عادي شويه عن النهارده، اقل حده. طبعا ان شاء الله اقل حده ان شاء الله، يعني يكون ثاني حته. طبعا هي بقول لحضرتك الاجواء هتستقر على القاهره بعد الظهر ان شاء الله. الشبوره اخبارها ايه في الساعات الاولى للصباح؟ بعض المدن طبعا هيبقى عليها الشبورة، الطرق الزراعية القريبة من مسطحات مائية وارد تكون عليها شبورة مائية، ولكن الشبورة المائية الكثيفة إن شاء الله فجر الأربعاء مع الاستقرار في الأحوال الجوية. بعد الاستقرار ممكن تبقى كثيفة، ده حضرتك كده يعني التحذيرات مستمرة اليومين بالنسبة للشبورة صباحا. طبعا الشبورة المائية تكون كثيفة فجر الأربعاء وفجر الخميس، طبعا مع الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية بعد الأمطار عادة بتتكون شبورة مائية كثيفة خاصة يوم الأربعاء. شكرا جزيلا أستاذ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على التوضيح. يعني آخر الأخبار بالنسبة للطقس أنه احتمال الأمطار تستمر معنا لحد بكرة إن شاء الله، والشبورة حذر منها أستاذ محمود لأنها تكون واضح أنها كثيفة إنها بكرة الصبح وبعد بكرة كمان، حتى مع استقرار الطقس هيكون فيه في الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء إن شاء الله أيضا شبورة كثيفة. ده تحذير مهم جدا لكل الناس اللي بتبدأ يومها بدري واللي ممكن تكون واخدة طرق سفر إنها تحذر.